مرة اجا واحد لعن الراب كوك زاخر صديق في كادوش البراخاء وقال له الراب كوك يا حخم شو بدي اساوي؟ ابني بعد من الطريق التورا ومزفوت وما عم يتعلم تورا شو اساوي يا حخم؟ شو اعطيني نصيحة شو اساوي؟ قال له انت حبيته لابنك لما كان عم يتعلم تورا؟ قال له ايه؟ قال له هلا حبه اكتر وا؟ هلا حبه اكتر؟ ايه هلا حبه اكتر. شو بدك تساوي يعني؟ بدك تكرهه؟ هذا العمل شو بدك تساوي؟ هل شو تنجح بهالطريقة إذا بتكرهه لابنك؟ حبه لابنك وتبعد هو من الطريقة. ما بورع لما بيحبنا لما نحن نبعد من طريقه؟ بورع لما بيحبنا وبيتحملنا بورعه لما انت تحمل ابنك؟